اول مره كنلقاهم البنات في ليدل، عرفتي عندي تجربه. هادو اختي تبغي تلبسي تقشيطه، تبغي تلبسي قفطان، تبغي تلبسي كسيوه، هاد لاكين هادي والله يا البنات الا شي حاجه واعره فيها سوتيام غورج او او ميم طو لاكين البنات، كتجمع لكم الكرش وكتجمع لكم الجنب، وجايبينهم لكم البنات في ثلاثه ديال اللوينات. غادي ترحمي لي الوالدين على هاد الكريمه اختي اللي جبت لك اليوم من ليدل، بيو يا البنات طبيعيه ومصايبه اختي بالزيت ديال الارغان، مصايبه اختي بالزيت ديال الارغان وناقص 33%، ديري ليها 6.35 €. هادي اختي ديال التجاعيد، كتابراتي لك لابو او او ميم طو اختي كتحيد لك التجاعيد. واللي خاصها اختي شي هاشوار طير ليدل، عرفتي راه شي حاجه واعره يا البنات. انا راه كنطحن به البصله، ندير فيه فلفله، ندير فيه مطيشه، كلشي يا البنات كيطحنوا ليا. راه خديت واحد ليا وخديت واحد لميمتي، خدي واحد ليك وواحد اللي عزيز عليك. وكيدير لك اختي حتى لاكريم، لاكريم اختي الا بغيتي تصايبي شي حلوه يطحن لك اختي حتى اللوز، عرفتي وحاطينه بواحد الثمن اللي خيالي، نافوغ 99. اللي باغا تفرح ميمتها، اللي باغا تاخذ كادو لميمتها ولا عدوستها، خذ اليوم اختي هاد لي باسكيت هادو، عرفتي راه شي حاجه واعره يا البنات، كاليتي ميديكال. هادو اختي راه فباغا فارماسي دايرين الثمن، وهنا جايبينهم لكم اختي بواحد الثمن خيالي، خذي هاتا ليك انت يا اختي. شوفي ليا الموديل ديالها كيتيجي واعر، جايبينهم البنات في البيض وجايبينهم حتى في بلو مارين، حطهم كيطيروا يا البنات. عرفتي هادو شورطات ديال الخدمه البنات، شورطات ديال الخدمه كتبقى كاليتي واعره، جايبينهم لكم البنات بالتريكويات ديالهم. شوفوا البنات كيجيو جوج ديال الشورطات، عرفتي شي حاجه واعره. شوفي لي اختي الكاليتي، كاليتي طوب البنات، والثمن اللي خيالي. جايبين لكم تريكويات في اللوينات، وجايبين لكم البنات حتى الشورطات وفي اللوينات الاخوات، عرفتي موديلات غزالين ما شاء الله. دائما كيجيبوهم البنات في ليدل كيطيروا هاد الكيلوطات، هادو شي حاجه واعره يا البنات. كيجيو فيهم خمسه ديال لي بيس، كاين هاد الموديل كيجي كيلوط نورمال البنات، وكاين هاد الموديلات هادو كيجيو كيلوطات ديال الخيط، عرفتي راه شي حاجه واعره البنات، والكاليتي ديالهم طوب يا الاخوات. يحطوها في ليدل كطير البنات. هاد بيبي كريم لا مارك ديال نيفيا، احسن حاجه كتعجبني فيها، فيها البنات كريم ديال الترطيب، فيها البنات ايكرو ديال الشمس، وفيها حتى فوندوطا، يعني فيها ثلاثه ديال الحوايج. وشوفوا لي الاخوات ناقص 34%، غتبقى لكم ب 4.28 €. خديت منه ورجعت ناخذ منه يا البنات هاد الكاوكاو هذا، عرفتوا الاخوات شي حاجه زوينه انا كنستعملو للماكله، والبنات والله القسم الا كنستعملو حتى في الحلويات، وكيجيني واعر يا البنات وعن تجربه. وفين غتلقاي اختي كيلو كيلو البنات ديال الكاوكاو بجد الاورو 89. عشاق اختي الخص اللي كيبغي ياكل اختي لي صالاد، شوفوا لي البنات شحال دايرين لها، و 49 سنتيم البنات، 49 سنتيم. ها انتم يا الاخوات الرخا والرباخه، عطين هاد لي بلونط هادو البنات كلهم في الدخله، دير لهم انغو يا البنات انغو. السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم، اش اخباركم؟ لعشاق الخضوره بحالي بغيت اختي نبدا لكم بصباحكم اختي بهاد الخضوره وهاد المنظر الزوين. انا البنات راه كنحماق اختي على الخضوره، ايوا قولوا لي اختي كاين شي حلوه، كاين اختي شي توجد للعيد؟ ايوا الزوينه ديال اختي ما كاين ما نخبي عليكم البنات، ما كاين اختي ما نخبي عليكم، اختي اختكم بشرى اختي ما كنت غندير الحلوه ولا شي حاجه، راكم عارفين اختي اش كاين، ولكن اختي جايين عندي شي ضياف، ايوا اختي ما كاين ما نخبي عليكم، اختكم اختي راه كضحك غير وحده. والله يا البنات الا من البارح اختي فمي ما بغاش يتجمع ليا، كنضحو بحال كتهريني، فرحانه يا اختي. عرفتي راه اللي جا عندك اختي في هذه الغربه هذه، اللي جا عندك راه اش غنقول لك، راه ما شاء الله اختي فرحانه فرحانه. وبغيت نصايب اختي واحد ثلاثه النويعات، اختي واحد ثلاثه الشكيلات، وصلاه على نبينا خصكم بوجه هذاك حساب لكم شي طيبه اختي ولا شي طباخه. على قد الحال اختي، على قد الحال هكا واحد ثلاثه النويعات. ايوا اختي تقولوا لي شكون الراي ديالكم اللي جاي عندي، يا راه اختي كتبوا لي في التعليق نشوف اختي، وما معناش نقيل كنقولها لكم ديما البنات، ما معناش نقي، قولوا لي شكون اللي جاي عندي. المزوينه ديال خصكم بشرى جايه معطله اختي ليدل، معطله الاخوات، ولكن معليش مشيت البنات ديت ولدي لاكريش وما يقولوا لي، قلت والله تنتشاور معكم محتاجه البنات الراي ديالكم. دابا انا ولدي كمل البنات لو 21 في مارس، كان عنده عيد الميلاد ديالو اخواتي، كمل عامين ياك، دابا يعني العام الجاي ان شاء الله لو 21 مارس غادي يكمل 3 سنين. دابا قالوا لي اشنو دابا، واش غادي العام الجاي غيمشي للمدرسه ولا غيجي لاكريش؟ لان انا ولدي عنده البنات البلاصه فيكس، يعني يعني عنده توليجو، ماشي توليجو ما عندوش غير اليوم فهمتوا، ما عنده نورمال مو توليجو، ولكن واخا ما عندوش اليوم كنشدوا لي فهمتوا البنات. يعني قالوا لي واش غيمشي للمدرسه ولا لا، ولا غادي يبقى في لاكريش زعما باش يخليوه لاكريش. عفاكم الله يستر عليكم الا عرفتي، ما عرفتش باش نجاوبها. قلت لها انا غادي نشوف، انا غادي نهضر مع المدرسه باش نشوف، لان دابا انا ولدي لان اللي بقى حتى العام الاخر البنات راه غادي تولي 3 سنين وطالع في 4 سنين، يعني الا ما دخلش هذا العام الجاي
وما قبلوش في شهر 9 لان غيكون بحال عنده عامين وشي حاجه، مازال ما كمل 3 سنين ما غيكملها حتى لشهر 3، والدخول المدرسي كيكون في شهر 9. فهمتوا الاخوات؟ والله حتى محتاجه الراي ديالكم، الله يسر عليكم. الا ما فيدوني اخواتي هكا اللي دازت من هذه المرحله هذه واللي عندها وليداتها هكا، واش غادي يقبلوه ليا؟ واش غنمشي نهضر مع المدير دابا ولا خاصني نتسنى؟ فهمتوا؟ الله يسر عليكم. اللي كتعرف شي حاجه اختي كتبوها لي البنات في التعاليق، واش تستفدوا حتى البنات، يعني البنات اللي كاين فهاد بحالي بحال هكا للاستفاده، لان كل الاخوات كيقراو التعاليق. ايوا زوينه ديالي اختي، جيتكم من ليدل اليوم اختي، جودي نتعرفوا على لاغيباج. جيت البنات لهاد ليدل ديال لاغفغيل، ما شاء الله اختي هاد ليدل هذا مهور اختي. كيعجبني البنات نجي ليه. هاد ليدل اختي ولا مشهور ما شاء الله، ليدل اختي ديال الهميزات، ديما اختي كنلقى فيه هميزات. يلا اختي خليكم معايا ندخل، اي حاجه نبارطاجيها معكم البنات، ما تغفلوش عليا بالجيم والبارطاج وكومونتير زوين كيف ما عودتوني. وما تنساوش اختي قولوا لي اختي شكون جاي عندي. ضو على بركه الله البنات، لقيتهم حاطين هاد الشجيرات هادو، عرفتي عجبوني هادو، راه غير غادي يتسقاو البنات غادي يرجعوا على مزويناتهم. راه ما عرفتش شحال كانوا دايرين، دير لهم انه هو البنات اورو، دايرين حتى هادو ديال الورد، هادو البنات كلشي كلشي حاطين هادشي هنا في الدخله ودايرين له انه هو الاخوات. بالنسبه لابخونسي اختي ديالنا ديال هاد السيمانه البنات ديال الخضره، كيحطوها لكم البنات على الدخله، على الدخله ديال ليدلات كلهم حاطين البنات. هاد التفاح هذا راه رخيص الاخوات، هاد التفاح لا ماك ديال جولدن، عرفتي ما شاء الله طار الاخوات، ولكن راه باقي لتحت، يحطوه السيمانه كامله البنات. التفاح ديال جولدن دوبل اكس ال، جايبين اختي في ليدل اليوم هذاك الشيء ديال اكس دوبل اكس ال البنات، فيها 3 كيلو. شوف الاخوات يعني دايره 3 اورو 27، ولكن اختي لا عندك لابليكاسيون غادي تبقى لك 3 كيلو غير بجوج الاورو 77 البنات، ناقص 15%، فيها 3 كيلو البنات. حاطين هذا الكواغ هذا الاخوات راه داير له اورو 99 الكيلو، اورو 99. حاطين اختي الكونكومبر البنات داير له 89 سنتيم لا بياس. حاطين اختي بطاطا كتجي فيها البنات 2 كيلو، دير لها 2 كيلو دير لها اورو 78. حاطين لكم البنات الخص، شوف الاخوات الخص راه دايرين له 99 سنتيم، ولكن الثانيه ناقص 50%. شوف البنات الثانيه ناقص 50%. حاطين لكم البنات هذا الليمون، هذا اختي اللي باغي عصر الليمون، العصر ديال الليمون البنات راه كيجي فيه 2 كيلو، هذه البنات شاصيه فيها 2 كيلو دير لها 2 اورو 79، 2 اورو 79 ال 2 كيلو. البنات كنت بارطاجيت معكم هذا الكاوكاو، هذا كانوا دايروا له 82 سنتيم، اليوم اختي دايروا له 74 سنتيم البنات، 74 سنتيم فيه 250 غرام. وحاطين لكم هذا الاكاجو هذا الاخوات، هذا كيجي مالح زوون هذا ديال الماكله اختي، هذا كندير اورو 92 وديروا له البنات اورو 63، ها هي اختي ناقص 15%. تما البنات حاطين هذا الزبيب هذا، شوفي لي الاخوات راه دايروا له غير 98 سنتيم، 98 سنتيم فيه 250 غرام. شوف البنات 250 غرام دير له غير 98 سنتيم. اختي اللي باقي ما خداش الكوك ها هو البنات، راه دير له غير اورو 59 فيه 250 غرام، 250 غرام. البنات لقيتهم حاطين هذا الخص، هذا الخص دير له غير 49 سنتيم البنات، 49 سنتيم، اول مره اختي كنلقى هذا الرخا، و 49 سنتيم البنات. حاطين لكم البنات البصله، عرفتي راه رخيصه رخيصه ما شاء الله، كيجيو البنات 3 كيلو ديال البصله، 3 كيلو يا البنات ديال البصله غيبقاو لكم باورو 99 البنات، اورو 99. هي الثمن ديالها جوج الاورو 49، ولكن البنات فاش كدوزي لابليكاسيون ديال ليدل كنقول لكم ديما شارجيوها، غيديروا لكم ناقص 20%، غتبقى لكم غير باورو 99 3 كيلو. وبالنسبه اختي لاغيفاج ديالنا ديال العيد كنت بارطاجيتو معكم البنات في لوزان، ليدل ديال لوزان، اختي ليدل ديال لاغفغيل، شوف ما شاء الله اختي اليوم الخميس وكنت بارطاجيتو معكم انا 3 البنات، شوف ما شاء الله اي حاجه باقا الاخوات بكونديتي كثيره. بالنسبه للاخوات اللي باغيين ياخذوا كاوكاو، ها هو البنات انا راه خديت وغادي نزيد منه، لان ما كيكونش البنات ديما هذا الكاوكاو هذا، والله القسم البنات ما كيكون ديما، دير له غير 2 اورو 89. هذا اختي ديال الماكله، والله البنات الا كنستعملو حتى في الحلويات، كيقولوا لي البنات واه بشرى ولا وراه مالح، والله اختي لا كيجيني زوين ولا كذب عليكم، اختي رخيص 2 اورو 89. ها هو البنات راه حاطينه لكم ما شاء الله بكونتيتي كثيره، البنات سارعوا، حاطين حتى القرقاع، انا راه خديته وغادي نزيد ناخذه منه البنات، كناخذه لوليداتي، ديما كنقولها لكم البنات عطيوه لوليداتكم، كيجي هذا القرقاع هذا ديال اللي للناس، والله القسم الا كيجي ما شاء الله، كيجي البنات كتجي الحبه ديالو صاينه، يعني كيجي كبير ما كيجيش مدقدق، ولا دي فوا كتشري كتلقاه كاع مدقدق خاسر، زوين وبنين. هذا ديال الماكله البنات تقدروا تصايبوا بها اختي حتى الحلويات، اللي الثمن ديالو اختي ما غاليش 6 اورو 9 لا باردون 5 اورو 69، عرفتي ما شاء الله حاطين الزبيب، حاطين البنات اللوز بودر،
ها هو البنات اللي باغي اللوز بودره غير 2 اورو 99. اللوز بودره البنات والله القسم الا رخيص، 2 اورو 99. حاطين لكم هذا الميلونج هذا ديال الاكاجو وسميتو كلهم دايرين لهم 5 اورو البنات 99. البيستاج البنات شوف راه ما شاء الله. هي البنات كيجوني بزاف ديال الاسئله كيقول لك واش رخصتي راه ما لقيناش. البنات ديما تبقاو كنقولها لكم ديما ديما نبقى نقولها لكم، اختي بدلي لي اللي كتمشي ليه، لما كتلقاي اختي شي حاجه بدلي. وشوفي هنا الخير ما شاء الله كي باقي محطوط 5 اورو 59 البنات البيستاج. البنات اللي غاديين هكا البلاد باغيين ياخذوا كادو يا اختي، خذي لي اختي البيستاج لمامتك خذي ليا، عرفتي راه ما شاء الله اختي غير 5 اورو 59 فيه نص كيلو، وهذا كيعجبني يا البنات كيجي على زوينات وبنين. البنات هذا راه دوبل اكس ال، يعني راه ديما فاش كتكون دوبل اكس ال كتكون فيها اختي ديك الزياده، عرفتي راه ما شاء الله. راك اي حاجه بغيتوها باقي حاطين التمر، حاطين اختي الحلويات اللي باقي ما خداش الروز، ها هي البنات دير له 8 اورو 5 سنتيم 8 اورو 5 سنتيم. هذا البنات ديال بسماتي احسن روز كيعجبني البنات والله القسم الا شي حاجه زوينه طيابه البنات. هذا كيجي كبير اختي كيديك كتهني كيديك شحال هذا البنات 8 اورو 5 سنتيم. الاخوات هاد بابا كريم هادي ديال نيفيا البنات، هادي راه شي حاجه زوينه 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 اللي غتبقى لكم غير ب 4 اورو 78. هادو بالنسبه اختي هذا كتجي فيها ايدراتاسيون ديال لابو البنات، ايدراتاسيون وفيها حتى ايكخو ديال الشمس. هاي البنات 15 ايكخو ديال الشمس 15، يعني كتحمي لك البشره ديالك، يعني بحال دابا كتكون الشميشه يعني ما قاسحاش، اما فاش كتكون الشمس يعني كنقولوا حنا الشمس قاسحه الا ما طلق لكش اختي هذيك ايكخو، اما دابا فاش كتكون الشمس خفيفه ما كتليق لك اختي فهمتي. ها هي فيها ايكرو 15 اختي، وهذه فيها جوج ديال الموديلات، كاينه اختي الكليغ وكاينه الفونسي. هذه راه ديما كنشكرها لكم البنات، راه كيجيبوها ديما في ليدل. ها هي اختي فيها جوج ديال الموديلات، هذه كليغ وهذه فونسي على حسب كل لابو ديالها زوينه كننصحكم بها الاخوات والله القسم الا كننصحكم بها. علاش؟ لان ديال لا مارك وما كننصحش بها يوميا فهمتوا، وكتبقى فيغان البنات يعني ما فيها حتى شي حاجه خايبه. انا كنقول لك اختي واحد النهاريات بحال نهار العيد كتفيقي كتغسلي وجهك كديري كديريها يبان وجهك هكا فهمتوا، غاديه خارجه جاي المهم واحد النهار سبيسيال واحد ماشي يوميا اختي كنقول لك فهمتي، واحد النهار بغيتي وجهك يبان نقي غادي لشي بلاصه معروضه ولا غادي خارجه ولا ما كنصحش بها استعمال يومي. استعمال يومي اختي دير الكريم ديالك راه زوينه البنات، الا بغيتو تاخذوها دير لها غير 4 اورو 28 ناقص 34%. البنات وبغيت نبارطاجي معكم واحد الكريم اللي واعره واعره واعره، هذه البنات ديال ارغان، هذه اختي مصايبه بالزيت ديال ارغان. هذه ما غنقول لكش اختي مجربها ما غاديش نكذب عليك، هذه اختي انا ما مجرباهاش غير هي يعني قريت عليها بيو زوينه انتي اج البنات، وديري ليها لا بروموسيون البنات من 49 غتبقى لكم 6 اورو 35. مصايبه البنات بالزيت ديال ارغان، يعني الكريمه البنات حنا كنشوفوا وكنفهمتوا يعني كاتبين فيها بيو طبيعيه ما عندها اختي ما دير لك، ومخدومه بالزيت ديال الارغان. كلنا عارفين اختي الفوائد ديال الزيت ديال الارغان، اختي انا الحاجه فاش كتكون بيو راه غنقول لك راه لا اله الا الله راه شي حاجه زوينه البنات لابو، ما كيكون فيها لا شي حتى حاجه شيميك فهمتوا. دير ليها ناقص 33% البنات بحش ما شاء الله حاطينها بكونتيتي كثيره يا الاخوات، سارعوا غير 6 اورو 35. البنات شوف فاش كنلقى في ليدل اول مره كنلقاها البنات، هذا جيل باش كتغسلي الوجه ديالك، باش كتنيط صابون ديال الوجه باش كتغسلي الوجه ديالك كل صباح. هذا اختي قال لك لابون اللي وجه ديالها نورمال ولا ميكس الاخوات يغسل بهذا، هذا اول مره كنلقاه البنات والله ما عندي شي خبره عليه، دابا نجربوه البنات. انا اللي مجربه هو هذا، هذا البنات اللي الوجه ديالها نورمال اللي ما فيهاش الحبوب اللي وجهها ما فيهش الحساسيه استعملي لي هذا. هذا اختي راه شي حاجه اللي غترحمي لي عليها الوالدين والله البنات ما كيخطاني. هذا البنات باش كيعجبني فيه واحد الحبيبات البنات، حبيبات كديري اختي الوجه ديالك كديري اختي الوجه ديالك ودابا في ذوك الحبيبات كيقوموا يوليك الوجه يعني او ميم طوب بحال يعني كتنقي البشره ديالك والله القسم البنات الا شي حاجه زوينه اللي اختي الثمن ديالو ما غاليش كاين 2 اورو 65. بالنسبه للبنات اللي لابو ديالهم فيه الحبوب ولا هكا خذوا هذا البنات، هذا ما كيجرح ما حتى شي حاجه فهمتوا البنات، حيت هذا ما فيهش الحبيبات، ولكن اللي لابو ديالها نورمال اختي كنصحك تستعملي هذا ورحمي لي الوالدين عليه والله القسم البنات الا عن تجربه هذا شي حاجه زوينه زوينه يا البنات. بالنسبه للغيفاج ديالنا البنات ديال اليوم الخميس عرفتي راه ما شاء الله جايبين لكم بزاف ديال الحويجات، احسن حاجه بغيت نبارطاجيها معكم البنات هما هاد ليغان هادو، هادو والله القسم البنات الا بعند التجربه بالتجربه البنات، يعني هكا الاخوات اللي عندهم الكريشه عندك اختي الجناب خارجين عندك فهمتوا البنات، يعني كتبغي اختي
ستريم استر الله فهمت البنات، يعني بغيتي تلبسي هكا شي كسيوه، بغيتي تلبسي واحد القفاتين، واحد الكشيطه، واحد فهمتوا البنات، وبغيتي هكا يعني تجمعي القضيه تنضيها فهمتوا البنات، فيهم ثلاثه ديال اللوينات هادو علام زويناتهم كيتسدوا البنات، يعني كيتسدوا فيهم طرطاقات لتحت وكيتسدوا، وفيهم سوتيان غورج البنات، فيهم سوتيان غورج وأومنتو كيجمعوا لك الدنيا يا البنات، عرفتي جايبينهم لكم في ثلاثه اللوينات، في الابيض وفي النوار وفي هذا البغضو، شي حاجه واعره يا الاخوات، وكيكون البنات العبار ديالك كتاخذي على حساب يعني السوتيان غورج ديالك، الا كتلبسي 105 كتاخذي حق السوتيامات بالعبار ديالهم البنات، السوتيان غورج فهمتوا، كل اللي ياخذ على لاطاي ديال البنات، راه لاطاي ديال السوتيامات فهمتوا، خاصكم تشوفوا ضروري باش ما تجيك الصغيره، تاخذي على لاطاي ديالك، شي حاجه زوينه البنات اللي الثمن ديالهم ما غاليش، راه البنات غير 8.99 والله يا البنات الا كينفعوا. قلتلكم البنات هاد الكيلوطات هادو شي حاجه زوينه يا البنات، هاد الكيلوطات هادو غير هي واحد النصيحه غنصحكم بها البنات، انا ما غاديش نكذب عليكم البنات، شوف الشكل ديالهم كي تيجي، بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الكريشه، بالنسبه للاخوات اللي رقاقات يعني ما عندكش اختي الكرش، هذا غادي يجيك على مزوينات وكتجي اللبسه ديالو البنات على هاد الشكل هذا، اما بالنسبه للبنات اللي عندهم الكرش اللي عندك اختي يعني فهمتوا، ما غاديش يليقوا لكم البنات، ما نكذبش عليكم، تاخذيه لبنيتاتك تاخذيه فهمتوا البنات، كيبقاو كيلوطات زوينين ولكن ما يليقوش الاخوات اللي عندهم الكرش، كاين هذا الموديل هذا كيجي هكا كيلوط نورمال فهمتوا البنات، هذا كيجي كيلوط نورمال الثمن ديالو اختي 5.99 فيهم اللوينات، وكاين هذا الموديلات هذو كيجي فيهم البنات خيط، هذا الموديل هذا كيجي خيط البنات شفتوا نفس اللوينات ونفس الشكيلات، هذا كيجي خيط الثمن ديالو حتى هو 5.99 هذا اللي بغى ياخذه الاخوات زوين فيه اللوينات، وكاين هذا الموديل هذا اللي من اللور كيجي عادي فهمتوا، غير هو اللي عندها الكريشه ما كنصحكش اختي بها فهمتوا، يعني ضايع الفلوس لان ما غاديش يجيك، كيعجبوني الكيلوطات البنات اللي كيجمعوا كل شيء فهمتوا، كينضوا القضيه، هذا اختي لا ما عجبونيش البنات، بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الكرش الثمن ديالهم 5.99 وفيهم البنات 5 ديال لي بياس، حقا هاد التريكويات هادو ديال الرجال اللي كيجيو على مزويناتهم هادو نصكم الاخوات، هادو ديال التحت كيشربوا العرق كيشربوا فنين، هادو فيهم جوج ديال لي بياس البنات، فيهم اللوينات اختي، فيهم اللوينات ديري ليهم اختي 8.99، حاط لكم هاد التقيشرات هادو ديال الرجال، هادو اختي زويونين كاليتي واعره البنات، هاد الكاليتي راه غزاله ديما كيجيبوها هنا في ليدل، الثمن ديالهم اختي 4.99، بنات عجبوني هاد التريكويات هادو نصكم اللي جايبين لكم ديال الرجال، عرفتي على مزويناتهم كيجيو البنات جوج ديال التريكويات، هادو ما عرفتش شكون اللي لقيتهم حال، عرفتي راه طاروا ما شاء الله كيجيو على هاد الشكل هذا، كاين هاد الموديل هذا فيه جوج البنات، وكاين حتى هاد الستيل هذا البنات اللي جايبين لكم الشورطات ديالهم، هادو كيبقاو ديال الخدمه البنات ديال الطخافاي، شوف البنات ها هو الشورت ها هو بالنسبه اللي باغي ياخذ لونسومبل على مزويناتو، كيجي الشورت هادو ديال الخدمه البنات، وهاد التريكويات ديالهم فيهم جوج ديال لي بيس، هذا فيه ابيض وفيه زريرق، وكاين هذا فيه نوار وفيه زريق، هادو كيجيو سامبل البنات فنين، التريكويات نقول لكم الثمن ديالهم البنات 5.99 فيهم جوج ديال لي بياس، وبالنسبه للشورطات البنات هو الشورت 9.99، كاين هذا الموديل وكاين حتى هذا القهيوي، شوف الاخوات زوين حتى هذا القهيوي، هذا قهيوي سامبل، وكاين هذا النوار، هادو كينفعوا يا البنات في الخدمه هكا في الصيف البنات، كيجيو شورطات على مزويناتهم وصبان ورد، عرفتي راه كيحطوهم كيطيروا الاخوات، سولتني واحد الاخت قالت لي اختي بشرى واش باقي حاطين، ايوا واش باقي حاطين الهاشوار، الاخوات ها هو راه باقي حاطينه ما شاء الله، كيف كنقول لكم ديما ديما شونجيو ليدا اللي ما تلقاوش فيه، راه حاطينه ما شاء الله، ها هو داير له 9.99، اللي خاصه اختي شي هاشوار شي حاجه زوينه البنات خديته لي وخديته لمامتي، زوينه اختي كطحني به البصله الفلفله اي حاجه حتى اللي في خويصك البنات كيطحنهم لكم، وفي واحد البياسه البنات هنايا كدير لكم حتى لي كريم، هذه هي لا ديفيرونس اللي قلت لكم ما بين ديال ليدل وديال اكسيون، ديال اكسيون ما فيش البنات هاد البياسه اللي كتمونطي لكم لا كريم شفتوا ديال ليدل فيها شي حاجه زوينه يا الاخوات اللي داير له غير 9.99، خليكم البنات هاد لي باسكيت هادو اللي كيبقاو شي حاجه واعره يا البنات، راه ما كيجيبوهاش مره يا البنات، راه كيجيبوهم يعني ما كيجيبوهمش ديما كيجيبوهم غير مره يا البنات، شي حاجه زوينه والكاليتي طوب الاخوات، هادي كتجي الاخوات كتجي للميمات، وشوف البنات حتى اللوين ديالهم غزال، كاين البنات دير لهم 14.99، كاين هاد البيض هذا وكاين حتى هاد البلو مارينا البنات، باش نجبد لكم هادي شوف البنات الشكل ديالها كيجي غزاله الاخوات، كاليتي الصح والعمل البنات والله، شي حاجه شوف البنات يعني هذه ما كتزلق ما والو ميديكال البنات، عرفتي راه الكاليتي ديالها الحاجه غير كتقيسيها كتعرفي الكاليتي ديالها، شي حاجه زوينه وحتى اللوينات ديالهم غزالين، 14.99 هاد لي باسكيت هادو البنات ديال الوليدات اللي باقا ما خداتش اختي لي باسكيت لوليداتها، هادو راه شي حاجه واعره البنات، كيبقاو الماب ديال لامارك راه ماشي شي حاجه زعما سليكه بنت عليك، زوينين ورطاطبين ديال البنيتات وديال الوليدات، الموديلات غزالين والبنات راهم رخاص والله حتى رخاص، 8.99 هادي اختي عندك باسكيت ديال العيد لولدك ولا بنتك.
اللي بقى ما غدغتي اختي الطنجره اختي ديال الدجاج المحمر وديال اللحم اختي. طيبي لي اختي اللحم بالبرق وقدري لي اختي الدجاج المحمر ما شاء الله، راه حاطين لهم بكونتيتي كثيره البنات 21.99 هذه كتهز لكم دولات خاله منات جوج طرو 3 سنين ديال لاغارونتي. هادو البنات راه كيبقاو ماركه الاخوات، الثمن ديالهم 21.99. ما لقيتيش وحده محلولين ها هي قولي يا بشرى خاصك كتهضري ها قولي شوفي عاد هضري. شوف البنات كيجي الشكل ديالهم على مزويناتو، كتجي البنات القفاله ديال الزاج، شوف البنات كتجي هنا سيليكون باش كتحبس داك البخار ما يطلعش، عرفتي زويونه 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 البنات فهمتوا. شوف الشكل ديالها كي تيجي طنجره اختي ديال الدجاج وديال اللحم وديال اعلام زويناتها كاليتي. ها هي اختي ساني فيها انت شي مسنيه البنات 21.99.